يعني وحنا كنشوفوا سي محمد هاد الصور ديال القطار، يعني اذا كان الحكم فخر الدين ولا ربي التوج ولا الحكم حكم شرط مطالب بالتامين بتامين خاص يعني صحيح يعني الحكم الشرط وكذلك اللاعبين يعني الجمهور اللي كيحضر في هذا الملعب هذا محظوظ لانه الفرجه ماشي ديال مباراه كره قدم ولكن عنده فرجه كذلك يشوف قطار ديال الفحم ولكن القطار عليه يتفادى الصافي لان هناك صفار الحكم. الفكره ايضا انه ربما لمحاربه الشغب يجب احضار الجمهور في هذا القطار يعني مباشره من القطار للمدرجات يعني باش ما يكون لا احد لا اعمال شغب لا والو كما لا مع الصفير راه كاين مشكل مع الصفار الحكم جميع الاحوال هذا القطار هذا غيخلي الناس يبحثوا فين هذا الملعب فين شنو المدينه صحيح يعني ممكن يعطي صحيح يعني صوره مثيره جدا وربما يعني رغم ان ذاك القطار كان لازم عليه يمر يعني في هذاك الاسباس هذاك فالملعب الكره بقى لضرر للتشبت ديال الناس بكره قدم. فيديو الثاني كذلك هو قمه في الإثارة يعني في رياضة الجمباز يعني كيقفز قفزة كانت متميزة بزاف حتى أنه وصل يعني عند الحكام السباحة في الهواء هذا ماشي هو الممثل ديال سوبرمان وقت كنظن أنه يشارك في عنده شي حسابات مع لجنة التحكيم يعني كان عنده الحسابات مع الحكام يعني ديال هاد الصور المثيرة اللي كانت يعني من رياضة الجمباز.